وصلت إلى ميناء العريش أكبر سفينة مساعدات إماراتية من ميناء الفجيرة محملة ب5000 طن من المساعدات الإنسانية. وكانت الإمارات قد أطلقت مؤخرا عملية طيور الخير لإسقاط المساعدات الإنسانية على المناطق المعزولة التي لا تصل إليها المساعدات في شمال القطاع، حيث بلغ إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها نحو 3800 طن من المساعدات الإغاثية والإنسانية. محملة بأكثر من 5000 طن من المساعدات الإنسانية وصلت إلى ميناء العريش أكبر سفينة مساعدات إماراتية قادمة من ميناء الفجيرة، وذلك في إطار عملية الفارس الشهمي لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. الاحتفالية التي حضرها محافظ شمال سيناء ومسؤول الهلال الأحمر الإماراتي ثمن فيها المحافظ على دور دولة الإمارات في تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني. في تعاون كبير جدا مع دولة الإمارات العربية الشقيقة، وبيتم التنسيق على أعلى مستوى. في 4 سفن بالإضافة للسفينة اللي هي المستشفى، في سفينة وصلت النهاردة، ويعني بتمثل جزء كبير جدا من المساعدات. التعاون ما بيبقاش في مع المحافظة فقط، مع كل قطاعات الدولة. أي مطالب عاجلة أو أي مواقف طارئة إحنا بنتدخل فورا لتسهيلها. الإمارات قدمت وما زالت تقدم منذ بداية الأزمة، والإمارات مستمرة في عطائها. الإمارات نحن الآن نستقبل السفينة الرابعة محملة بجميع أنواع المواد الغذائية واحتياجات النساء واحتياجات الأطفال، وكذلك خيام الإيواء، وما قدمته الإمارات كثير. الاحتفالية شهدت كذلك تفقد المستشفى الإماراتي العائم بميناء العريش، والذي قدم 2800 خدمة طبية للفلسطينيين، بجانب إجراء 1000 عملية جراحية وتركيب أطراف صناعية من خلال 65 شخصا من الأطقم الطبية المختلفة. المستشفى عبارة مجهز مسبق على سفينة رورو للشحن والإمداد، وإمكانياتها أن تتكون من حوالي 4 طوابق. الطابق الخامس واللي هو طابق المستشفى يحتوي على حاويات طبية متخصصة، مثل حاوية العمليات، حاوية العناية الفائقة، حاوية الطوارئ، وحاويات أخرى خدمية مثل المختبر والصيدلة والأشعة. كانت الإمارات العربية قد قامت مؤخرا بإطلاق عملية طيور الخير، وذلك لإسقاط المساعدات الإنسانية على المناطق المعزولة والتي لا تصل إليها المساعدات في شمال القطاع، حيث بلغ إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها نحو 3800 طن من المساعدات الإغاثية والإنسانية. بعد 18 يوما من الإبحار، تصل أكبر سفينة مساعدات قادمة من الإمارات العربية إلى ميناء العريش البحري في إطار الجهود المبذولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. من ميناء العريش البحري، محمد الخطيب، التلفزيون المصري.